أهلا بكم. أعلن حزب التقدم والاشتراكية ترشيح أمينه العام نبيل بن عبد الله في انتخابات التشريعية المقبلة 8 شتنبر 2021 بدائرة المحيط بمدينة الرباط، وهي دائرة الموت نظرا لأهميتها. وقال حزب الكتاب على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك إنه يخوض غمار هذه المعركة الديمقراطية من أجل الدفاع عن مبادئه وأفكاره وبرنامجه، متطلعا لنيل مترشحاته ومرشحيه ثقة المواطنين والمواطنين في مواجهة عالم المال والفساد. ومن الطبيعي أن يكون في طليعة من يخوض هذه المعركة هو أمينه العام، وسيكون بن عبد الله في مواجهة قوية مع رئيس الحكومة الحالية سعد الدين العثماني والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إضافة إلى مرشحين آخرين بارزين كوكيل لائحة البام مهدي بن سعيد والمرشح الاتحادي عن حزب الاتحاد الشركي للقوات الشعبية بدر ناشري الوزاني. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.